فردوف في 44 840 بخنيفرة. فريدو راكم كتعرفوا كما تعرفوا الشارع ديال خنيفرة 33 سنة هو فاق المام، منطقة سياحية من أجمل المواقع في الأرض، اليونسكو راه مصنفها موقع تراثي عالمي، و 33 سنة وأنا متواجد تمايا، راني معروف عند السلطات. إلى حتى الصباح ديال 5/5/2015 جمعوا لي بعض العناصر من ضمنهم الفقيه، قال لهم جمعوا لي حوايج هذا، علاش ما عرفتش واش عنصرية واش ما فهمتش ولا انا حيت نتقن السياحه الجبليه، ما حتى وقفوا عليا قال لهم يلا جمعوا له حوايج، علاش الله علم الفقيه هو اللي عارف علاش، انا ما عرفتش وما انا راني غني على التعريف، راه الناس دخلوني فرا راه تيعرفوني، راه كبروا كانوا صغار تيجيبوهم والديهم حتى كبروا وراهم تيعرفوني، ما عنديش المشكل يا اخي. فاش تجمعوا ما تينقص غير الفقيه في وسط منهم، دار الكرسي على الكرسي وجمع قال لهم يلا جمعوا لي حوايج واش تشوفوا فيا الا جل جدان على حسابي، وهو يدير الكرسي على الكرسي بقى تيماطي لهم وما يتماطاو تيهزوا الحوايج وتيحولوهم لواحد بلاصه بعيده فين غادي يتهزوا، ومعيطين على الجدارميه حتى تهزوا الحوايج، عاد بانوا الجدارميه جايين. فاش فيت نتقدم عندو نسلم عليه ونعاود له شنو كاين، قال لي الباح دايرها قدا قد راس كل يوم جاي تسلم عليا، راه عندنا امر بالاعتقال ديالك. وقف قلبني صوت طلع ما لقى والو، دخلني للطوموبيل من ديك التسعود ديال الصباح حتى لثلاثة ونص ولا ربعة ديال العشية، عاد طلقني قالك حقا سير دير الشكاية للسيد الوكيل، هبط ندير الشكاية للسيد الوكيل، أنا لدابا مازال تنتسنى، درت طلب فتح تحقيق، درت الشكاية للسيد الوكيل، درت له طلب فتح تحقيق في ذاك المحضر اللي وقع ليا من الفقيه، الوكيل العام المهم كاع جميع السلطات ديال خنيفرة. من بعد صيفط الوكيل العام ديال بني ملال حتى هو قال لي قادو حيلتي الى وكيل الملك خنيفرة، ديال مكناس قال لي قادو حيلتي الى وكيل الملك خنيفرة، ومؤخرا 4/10/2021 درت ليه واحد التذكير بداك الطلب، ولحد الساعه مازال انا تنتسنى يا اخي الرد ديال السيد الوكيل الملك، وهذا هو اللي كاين يا اخي. كاين يا اخي اخر رساله وهي للسيد الوكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه بخنيفرة، احنا تنتسناو الرد ديالو بداك التذكير اللي درت ليه وبالمرفقات فيهم الرد ديال الوكيل العام ديال مكناس والرد ديال الوكيل العام ديال بني ملال، وانا تنتسنى يا اخي. دابا فاش حطيت هذا الصباح هذا وقفوا عليا السلطات من القوات المساعده والسيد الخليفه، ياك اودي غادي تجمع هذا الشيء وغادي تمشي دير واحد الطلب للسيد رئيس الجماعه ديال المام ربما تستافد، والسيد الوكيل هبط لعندو وهضر معاه ذكرو وراه غادي يلقى لك شي حل، راه انسان طيب، وحنا نتسناو شنو كاين ونهبطوا لعند هذا السيد الوكيل الملك لربما يلقى لنا شي حل، وهذا هو اللي كاين يا اخواني، والسلام عليكم.